يعني نور اليوم مثل ما ذكرنا وعايدنا الجميع ليلة الميلاد، إن شاء الله هالأيام المباركة نتمنى أنه تحمل الخير، المحبة، السلام، أيضا أن تكون وقفة مع الذات ومراجعة الضمير والذات الإنسانية، وخاصة للأهل فيما يسعون إلى غرسه وتعزيزه من قيم وأخلاق عند أولادهم. أكيد سالي، يمكن تربية الأطفال اليوم هي المهمة الأصعب عند الأهالي في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، في ظل تطور التكنولوجيا اللي عم تاخذ مساحات كبيرة من حياتنا، مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها الكبير على أدق تفاصيل حياتنا وحياة أطفالنا. كيف فينا نزرع القيم الأخلاقية مع كل هي التغيرات في ظل غياب الأهل لفترات طويلة بالعمل؟ لنحكي أكثر عن هيدا الموضوع المهم، ويمكن كل الأهالي بيعنوا فيه. سالي، مع الدكتورة رندا رزق الله، أخصائية نفسية. سعد صباحي. وينعاد عليك بالخير والصحة، وأهلا وسهلا فيك. بخير، كل عام وكل بعد زمان الناس بخير. يسعد صباحك دكتورة ضيفتنا الدائمة، ودائما منضوي نحن على مواضيع واقعية من صلب مجتمعنا. مثل ما ذكرنا أنه نحن مرينا بحرب، فترة حرب على سوريا، وما زلنا عم نعاني من ضائقة اقتصادية. هون خلينا نقول الأطفال أو حتى الشباب المراهقين ما كتير عندهم وعي لهيدا المرحلة. دور الأهل بيكمن بأنه يقدروا يوجهوا أبنائهم بطريقة معينة. عم نشوف في شوي انحلال بكتير، مثلا شباب ما رح نشمل نحن، ولكن بيقولوا ايه ظروف الحرب. لا، مو ظروف الحرب، هي ظروف الحرب على الجميع. ليش هون ما عندهم عوائق وثغرات، ما بيلتفتوا لأمور معينة، وليش هدول لا؟ خلينا نحكي هدول النقاط على الأهل، قديش لازم يكونوا متمكنين. بالحقيقة بهالوقت هذا التكنولوجيا الذكية كتير خطيرة جداً. وكتير سيف ذو حدين، يعني ممكن تكون إيجابية كتير ومطورة كتير، وممكن تكون سلبية كتير ومؤذية كتير. والخطير إنه نحن للأطفال الصغار، يعني أنا بشوف شفت بعمر الست أشهر ماسك الموبايل وإنه عم يحط ألعاب، عم تعطيه الألعاب، عم تعطيه الآيباد يقعد يلعب فيه. فبتسأليها شو عم خليه يلتهي، خليه لحتى أعرف لحق شغلي. طب انت عم هو انت عم تشتغلي، بس هو ما عم يلتهي، هو عم يتربى، هو عم يتربى تربيه جديده. انت سلمتي التربيه للتكنولوجيا الذكيه، لبرامج ما بتعرفي شو فيها، لقيم معينه عم تنبث ضمنها، لاخلاقيات معينه مو غريبه علينا، لا، بس لانه هلا نحن بامس الحاجه للاخلاقيات. مع التطور كله اللي وصلنا له، نحن هلا بحاجه للاخلاقيات بكل العالم. كل المناقشات اللي عم تصير بالجامعات هي الإثيكس، الاخلاقيات، لانه نحن فينا نتطور طبيا وعلميا وتكنولوجيا وحياتيا وبكل شيء ونرفه حالنا، بس الاخلاق وين؟ كيف نقطه الاخلاق بدنا نقدر نتعامل فيها؟ هل يا ترى نتبع بس الاخلاق الدينيه، أو إذا كان متدين فهو عنده أخلاق، وإذا كان لا فهو ما عنده أخلاق، أو نتبع القيم الإنسانية العليا يلي بتتعامل فيها الإنسانية كعام؟ وين حدود الأخلاق يلي ممكن إنه نفرضها على التعامل اليومي مع التكنولوجيا الذكية هي؟ هاي نقطة كثير مهمة، يعني أشرتي لكثير نقاط مهمة دكتورة. يعني حتى مثلا لما تزرع القيم بأطفالك في مسؤولية كتير كبيرة على الأهل، بس مثل ما قلتي وين فينا نزرع هي القيم الأخلاقية؟ كيف فينا نزرع هي القيم الأخلاقية؟ كيف فينا نبلش مثل ما قلنا؟ لأنه اليوم كمان الأطفال عم يفاجئوك بعمر كتير صغير، عم يكونوا أوعى من عمرهم. يعني بيقولوا لك جيل اليوم سابق جيله بعشر أضعاف. كيف فينا نبلش مثل ما قلتي؟ أعطيتي مثال صغير، طفل عمره 6 شهور أمه بتعطيه الموبايل أو الآيباد. كيف فيني أنا كأم، أنا عندي بنت صغيرة عمرها سنة ونص، كيف فيني بلش فيها
هي القيم الأخلاقية ازرعها، لأنه بالأخير الطفل ما بيشتغل إلا اللي بيشوفه مع من أهله. أكيد. أي شيء هي اكتساب مهارة من قبل المحيط، يعني أي تصرف للأهل محسوب، لأنه بالأخير الطفل رح يقلده. هلا بالبداية عنا الطفولة المبكرة. الطفولة المبكرة هي ما قبل العمليات العقلية والذهنية، يعني لسه ما بيحاكم الطفل إنه أي الصح وأي الغلط. صحيح. فهو بيمتص كليا كل شيء عم يشوفه من أهله، يعني البابا عم يكذب، البابا عم يعيط، الماما عم ما بعرف شو كسرت ما بعرف، فكيف عم يعيشوا الماما والبابا، فهو بيمتصها تماما مثل ما هي، وهي بتضل مخزنه باللاوعي. لو ما عرف عبر عنها، لو ما بيحكي، حتى من وقت اللي هو ما بيقدر يحكي فهو عم يمتص، عم يخزن. بفتره لاحقه ببلش العمليات الذهنيه تشتغل بناء على الجينات وعلى بناء على المخزون والامكانيات اللي عنده. يعني في اطفال عندهم قدرات عقليه عاليه، ذكاء، بيقدروا يحللوا ويركبوا اكثر من اطفال اخرين. هلا شو عطيتي، شو اخذ من البيئه، شو اخذ من الجينات، شو عنده هو، تفاعل مع بعضها لحتى يطلع السلوك اللي عندنا. بالنهاية التكنولوجيا هي عم تجي تأثر وتحرف كل، عم تجي تحطه بمساق معين جديد مختلف بيفكروا فيه، وهذا هو صار المختلف. لأنه الأهل من زمان كانوا يفكروا أنه أنا شلون بربي ابني رح يطلع هذا ابني، بقول له هيك ممنوع، هيك ما يصير، في حدود العيلة، في عنا العيلة الكبيرة، في عنا كل هدول عم يأثروا عليه. هلا لا العيلة الكبيرة، لا العيلة الصغيرة، لا الأخ الكبير، ولا حدا عاز غير هو شو بيقرأ وشو بيسمع بالإنترنت وباليوتيوب ورفقاته، وبيعتبر إنه هذا هو المودرن، هذا هو الشيء اللي لازم يتبعه. فهون نحن قديش بدنا نكون أول شيء كقدوة بالمرحلة ما قبل العمليات، كقدوة نكون نحن كأهل، نعطي القدوة الصح، نحدد أوقات للإنترنت تماماً، هي التحديد كتير مهم. تابع شو عم يحضر، لأنه ما هو بس عم يلعب ويتسلى. يعني هنا أول ما دخل الإنترنت والموبايلات الذكية بالعموم، يعني كانوا يفكروا الأهل إنه هدول ألعاب، يعني مثل أي لعبة تانية، بس هي لعبة إلكترونية، فماشي الولد يلعب إنه ألعاب أطفال. صحيح. إنه هي ما لها ألعاب أطفال، طلع بعدين تبين إنه لا، هي في لها أهداف ثانية. طبعاً برامج الأطفال، ألعاب الأطفال. صحيح. اللي تعتبر للأطفال هي موجهة. صحيح. هلأ مختلف كمان لما إنه بده يفتح على اليوتيوب أشكال ألوان وما بعرف شو بيطلع له وما بعرف شو، فهو هون عم يتأثر. وشفنا كتير حكينا بحلقة عن المخاوف وعن الإنترنت كيف عم يأثر بالخوف على الطفل. في عنا برامج كاملة بس لترعيب الطفل. صحيح. بس وأنا صحيح. دكتورة ذكرتي نقطة مهمة، بعمر الست شهور هي بداية تكوين، خلينا نقول الطفل، وعن جد بخزن باللاوعي. يمكن بداتي فيها كإشارة لجميع الأهالي اللي خليه يلتهي، ما نون عرفانين العواقب، وأصبح الطفل عالمه مو أهله، عالمه هو العالم الخارجي الافتراضي. يا ريت هو عالم واقعي، هو عالم افتراضي ما معروف شو اهدافه. وكثير من الاهالي عانوا من العاب الاطفال اللي ادت لانتحار الاطفال. صحيح. عبر العاب معينه يمكن الطفل متاثر فيها اكثر ما يتاثر بامه. بتذكر وقت كنا صغار كنا عندنا هاللعبه الباربي، كنا عندنا برامج، هي هي برامج الاطفال، نقعد ساعه كمان ننام كمان. عن جد ما كان في هذا الشيء، يمكن وتعودنا على شيء معين. مع اختلاف الجيل ذكرتي التكنولوجيا الحديثة هي خربت، يمكن خربت بي 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 حتى العلاقات. تماما العلاقات. قديش مهم انه الام كمان هي تلتفت لهذا الموضوع، هي ما نوعياني على حالها، هي بدها تلهي طفله مشان عفوا يعني كمان تقعد هي على الواتساب او هي. يعني مره شفت مشهد انه ام وابنها عمره يمكن شي 10 سنين جايبته قاعدين بالمطعم، على اساس قاعدين مع بعض كل واحد على بس كل حدا فاتح الموبايل وقاعد وساعه ساعتين، يعني ما حكوا يمكن كلمه مع بعض. فأي يعني هن يعتبر انه اخذتك انا على المطعم وقعدت معك وشاركتك الوقت، بس انت ما شاركتي وما عملتي اي شيء مشاركه، ما في تواصل بين الاهل والابناء فقد وصار معدوم، خلينا نقول صفر.
وهي مشكلة. نحن دايما بنقول انه الاهل لازم يتابعوا اولادهم، يحكوا معهم، ينفتحوا عليهم، يحاولوا انه يتقربوا من الولد، يعيشوا شو هو عم يحسوا، شو عم يعيش، شو عم يفكر، وين هو صار. نقطة مهمة، يعني ثلاث ساعات قاعدة معه ولك انه هي ساعة تكفي، يعني انت لو عندك ضغط عمل طبعاً، لو عندك ظروف، هي آلية الحوار نص ساعة لو ساعة هي حتى الآباء انه نحن لو مرة بالاسبوع الأب يطلع مع اولاده بيقول لك انا مشغول ومو فاضي وما بشوف ابني يمكن كل الاسبوع، ما عليه، لو ساعة بالاسبوع مثل ما عم تقولي يخصص وقت يطلع معه، يطلعوا على الطبيعة، يتفاعلوا، يشيلوا الموبايلات، يشيلوا الانترنت، يشيلوا كل هذا، يعيشوا حياة فعلية، يشوفوا بعضهم. واوقات كثير بيضحكوا الاولاد وبيمزحوا، بيقول انا عم بتعرف على ابي، على اهلي من جديد، صح. يعني فكأنه يتعرفوا على بعض لانه الكهرباء عم تقطع، ما في كهرباء، مضطرين نقعد مع بعض، تعرفوا على بعض شوي، يعني انه مين مع مين عايش انا. لانه عن جد اوقات بيتفاجئوا الامهات، بسمع انه صار ابني شاب وانا تفاجأت انه مين هذا اللي ربيته، انه هذا شخص غريب عني، انه مين هذا، لا القيم، لا الافكار، لا الاخلاق، لا التصرفات، كلها مختلفة عن اللي ربيناه نحن. طيب بالختام خلينا نحكي بعض، لانه وقتنا خلص، بالختام بعض النصائح لزرع القيم الاخلاقية باطفالنا اليوم لكل الاهل. اهم شيء نزرع القيم الانسانية العليا، هي احترام الاخر، احترام الانسان، إن كان احترام الكبير بالعمر، عدم تجاوز حدود الآخر، يعني التشاركية، هي كتير فن التشاركية، لأنه يكون في مسافة بيني وبين صديقتي، بيني وبين ابني، بيني وبين، يكون في مسافة، بس مسافة معتدلة، مسافة فيها احترام، فيها محبة، فيها دفء، ما فيها حدا عم يبتلع الثاني، ما فيها حدا عم يأمر الثاني ولا عم يضغط عليه، بس بنفس الوقت بيحترمه وبيساعده لأنه يتطور. مثل ما حكيت قبل شوي عن الإدارة، المدير كيف بده هدفه أنه هو يطور الفريق اللي عنده أو الناس اللي عم تشتغل معه، فنفس الشيء الأهل كأنه هن مديرين، هن إدارة بشكل ثاني، يعني عم يشتغلوا، فهن هدفهم يطوروا هالطفل لأقصى حد، عنده طاقات نطورها لأقصى حد، لأنه كل شيء هلأ من برا عم يحد هاي الطاقات. صحيح. ممكن يكون هو ما عنده الاستعداد لأنه يطور حاله، لفي أطفال لا هن بيسعوا لأنه يطوروا حاله، عندهم قدرات ذكاء وبيحسوا عندهم قدرات كبيرة، فبيستخدموا الإنترنت ليتطوروا، تلاقيه عم يتعلم لغات، بتلاقيه شيء إيجابي، عم يستفيد، عم يقرأ كتب، بينما بتلاقي احيانا طلاب جامعه، انا عندي طلاب جامعه انه قريتوا شيء، بتقروا شيء، والانترنت هلا سهل كثير القراءه، يعني ما عدنا نحكي عن تكلفه كتب، ما عدنا نحكي عنه من نروح مدري وين، نسافر لمدري وين لنجيب كتاب مثلا، صار كله موجود قدامك ومتاح، صحيح، ومتاح بشكل كثير سهل، يعني انت وبغرفتك بيصلك كل كتب العالم وكل شيء عم يطلع بكل اللغات ومحاضرات بالجامعات كلياتها، فانت فيك تطور حالك قد ما فيك. فهي النقطة المهمة اللي لازم نستخدم الانترنت بشكل إيجابي ونعلمه من هو صغير للطفل كيف يبحث، كيف يعمل سيرش على مواضيع هو بتهمه، ما توصل لحد الوسواس، كمان عم يصير عنا وسواس مرضي بشكل انه كل ما صار عنا شغلة منروح على الانترنت، طيب بس ما هو يعني كل شيء، ما هو مرجع كامل، يعني في عنا ناس اخصائيين لازم نسالهم نستشيرهم، لانه في كثير اشياء غلط بتنزل بالموضوع. صحيح مثل ما ذكرتي، يعني ان شاء الله يا رب هيك يكونوا استفادوا من هاي المعلومات القيمه، ومثل ما ذكرتي بالنهايه انه المرجع لازم يكون ايضا من اشخاص، لانه ما كل معلومات النت هي احيانا متناقضه، بتشوفي مثل وقت ندور نور على دواء معين بنشوف هون له فوائد كثير وله اضرار كثير، فنحن بدنا نتمنى تكون رسالتك وصلت لجميع اللي عم يتابعنا، بدنا نرجع نعايدك ميلاد مجيد عليك وعلى عائلتك، شكرا كثير لحضورك وجودك معنا. سنه جديده بخير ان شاء الله، تبقوا خير، كل الخير لبلدنا سوريا يا رب. بدنا نشكرك الدكتوره رندا رزق الله اخصائيه نفسيه، مثل ما قلتي يمكن اهم هي اليوم تربيه الاطفال، هيك تربيتهم على القيم الاخلاقيه بنكسب شباب وجيل بيقدر يعمر البلد من اول وجديد. شكرا كثير لك.